السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الشيخ؟ الحمد لله أنا بخير. الله عمرك وصل عملك. وإياك يا رب العالمين. كان عندي مسألة وقعت فيها ومحتاج منك حكمها يا شيخ معلش. اتفضل. دلوقتي أنا عندي محل في دور أرضي وأنا قاعد في الدور الثاني. فكنت بتكلم مع مراتي فهي واقفة على السلم. فبتكلم معها في سبتنا وقرأت. فانا قلت لها والله والله وقالت الشد بي الغضب وانا بحلف ورحت حلف طلاق قلت لها علي الطلاق بالتلات لو منزلتي ما هتدخل المحل تاني. أيوة. المهم فهي قعدت دقيقة او دقيقة ونص وراحت نازلة. ايوة. بعد كده انا عندي ما نزلت كان دم اتحرق يعني على الاخر يعني هي سابتني وطلعت. انا احنا لنا 4 سنين ونص تقريبا متجوزين انا ما حصلش مني حلف طلاق. المهم يعني طلقت ولا ما طلقت؟ لا 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 يا شيخ لا. المهم هي نزلت انا قلت لحضرتك هي نزلت يعني هي عملت باليمين ونزلت بعدها بدقيقه او دقيقه ونص. بعد كده انا يعني اشتد غضبي ومن شد غضبي فقلت لها يعني عشان اضايقها وعشان احرق دمها قلت لها انا خلاص انا حلفت طلاق انك انت ما هتخش المحل تاني. طبعا رجعت كلامي ده للطلاق اللي انا حلفته اللي هي لو ما نزلتش هت مفهوم السؤال. وبعدين بس عم الشيخ بقول لحضرتك هي نزلت وبعد ما نزلت رحت لها ايه عشان احرق دمها رحت قلت لها انا خلاص انا حلفت طلاق انك انت مش هتخش المحل تاني. انا عايز اعرف الحكم دلوقتي في الوضع ده ايه؟ لا شيء. واذا اردت الاحتياط كفر كفارة يمين. يعني 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 هو هي دخلت المحل دلوقتي هيبقى كفارة يمين وليس طلاق؟ لا وما فيش حتى لو ما كفرتش ما فيش حاجة الان لانك بالتفاصيل التي ذكرتها لست بملزم بكفارة يمين لكن احتياطا كفر كفارة يمين. تمام.